احتجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر فقدان أثار المحامي رائد محاميد من مدينة أم الفحم الجمعة الماضي، حيث كان يستجم مع مجموعة من الأقارب والأصدقاء على متن زورق في البحيرة، ولا تزال عمليات البحث مستمرة. نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تابعوا القضية مناشدين المساعدة وطالبين الرحمة من الله عز وجل من أجل إيجاد وإنقاذ رائد محاميد. الناشط مؤيد أبو ريا مثلا نشر صورة لرائد على صفحته مع وسم رائد بعد هناك، وكتب مؤيد: رائد أعاده الله إلى أم الفحم الغالية، أعاد لنا روح الحقيقة هذا التعاطف الجارف والمئات التي هبت تبحث عن ابن وطنها على الضفاف وفي أعماق طبرية في قصة إنسانية لا بعد لها إلا كم الروح غالية على أهلها وعائلتها وبلدتها وناسها ومجتمعها، وتثبت حقيقة وجودنا هنا، هنا أعني وطننا. ونشر الناشط محمد نائل جبارين صورة على صفحته لشباب يمتطون الخيل بحثاً عن المفقود. لليوم الرابع على التوالي تستمر عمليات البحث عن المفقود المحامي رائد محاميد من مدينة أم الفحم. طواقم كبيرة من المتطوعين من جميع البلدات العربية من الشمال حتى الجنوب تعاونوا جميعاً بكل ما يملكون من معدات حتى بالخيول كما هو مرفق بالصورة، ووصلوا إلى البحيرة ليقوموا بالمساعدة بالبحث. وأضاف أيضا جبارين في تعليقه: اللهم إنك تهدي من الضلالة من تشاء وتنجي من العمى وترد الضالة، فرد لنا الخير يا الله ورد لنا ضالتنا يا أرحم الراحمين، مع وسم مجتمعنا مليء بالخير، وأيضا وسم أكثر من الدعاء، وأخيرا وسم رائد محميد. أما الناشط كايد أبو الطيف فأعاد نشر منشور استغاثة لزوجة الغريق، كتبت فيه: يا أهل البلد يا أهل العالم انزلوا ارجعوا أرجعوا زوجي بالسلامة أتوسل إليكم. وكتب كايد معلقا على المنشور: حليمة محاميد زوجة المحامي رائد خالد محاميد توجه النداء المستعجل في سبيل تكثيف جهود البحث عن زوجها المختفي آثاره في بحيرة طبرية، لا تجعلوا استغاثتها تتوقف عندكم. ولأسباب غير واضحة حتى هذه اللحظة سقط محاميد عن القارب وسط البحيرة فيما حاول من كان معه إنقاذه، لكنهم لم ينجحوا بذلك، واختفت آثاره منذ الجمعة الماضي وفقا للمعلومات الواردة من الموقع. وتعمل طواقم الإنقاذ ومجموعة من المتطوعين في البحث عن محاميد، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم العثور عليه، على أمل العثور على رائد محاميد في أقرب فرصة ممكنة. دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.